إلى تماس من جديد. 63 دقيقة خاطئة للأسف. فرحات يحاول أن يسترجع الكرة، الضغط عليه من يشير والخطأ موجود يقول الحكم لدفاع الاتحاد. من يشير مشتاق جدا إلى الشباك ولكن تبدو بعيدة. جمال الطريقة اللي يلعب بها مولودية الجزائر ما تسمحلوش يوصل للمرمى، مساحات ما كاش مساحات كبيرة خاصة في وسط الميدان، مطلوب من اللاعبين يلعبوا على الأجنحة، الأجنحة هي المفتاح للتسجيل لمولودية الجزائر. كرة إلى رامي تماس، كلام مدرب. بالعيد هو الذي أخرج الكرة برأسه. إلى رامي تماس لفرحات. تلعب الكرة لجديات. تدخل مع غازي. صافرة الحكم تحتسب خطأ لغازي كريم. طويلة الكرة. جلد بالرأس. لا وجود لخطأ يقول الحكم. كاسمي رواد يتفوق بطول قامته، يحضرها لجديات بدوره لكودري. كودري ضيع الكرة لمولودية. بوغاش أمام ثلاث لاعبين. الخروج من الحصار بخطأ. مساندة جمال من غير موجودة من مولودية الجزائر. تضغط على حامل الكرة، تصعب من مهمة إخراج الكرة وإيصال الكرة إلى المحرك. حقيقة الضغط بصح لازم الحامل الكرة يسيب المساندة على اليمين وعلى اليسرى باش ينجم يخرج كرات قصيرة، لما ما تكونش عنده المساندة تصعب له باش يخرج كرات، خاصة نشوفوا بلي وسط ميدان اتحاد العاصمة راه أكثر على وسط ميدان تاع مولودية الجزائر. خطأ لدفاع الاتحاد المتقدم دائما في النتيجة بكرة ثابتة. هل نحضر أو ربما هل سيتكرر سيناريو النهائي؟ أقول ربما ولكن الوقت ما زال طويلا لكل فريق، للمولودية من أجل أن تعود وللاتحاد من أجل أن يثبت ويؤكد. بوغاش ارتكب الخطأ على الدفاع والروح الرياضية العالية مع فرحات. اللاعب الشاب المتألق في تشكيلة كوربيس الباحث عن انتصار جديد منذ توليه العارضة الفنية للاتحاد، سيكون 29 بكل تحفظ. المباراة ما زالت طويلة، نحن نلعب في الدقيقة 66.